رمضان العادة والعوايد من الممثل الواحد إلى العمل الواحد. يعودنا رمضان السنة كرمضان السابق تلفزيا طبعا مع بعض التحويرات الطفيفة. في نسمة سيدتي العزيزة والجديد العشق الأسود، في الحوار التونسي أولاد مفيدة والجديد المنارة، في الوطنية واحد الدوامة والحجامة، في الوطنية اثنين شوف لي حل، التاسعة بوليس حالة عادية وليلة الشك مع بعض الابتهالات والكاميرا الخفية. أما البقية فهي مسلسلات منتقات بقديمها وجديدها بحشيشها وريشها. ويبقى المسلسل الأهم مسلسل حسن الزرقوني وأصدقائه ونظرائه، لما لأرقامه من تأثير وإثارة ثقافة التنبير. We'll be right back.